السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة. كنرحب بالناس الجداد وبالقدام حتى هما، كنقول لهم مرحبا بكم في قناتكم قناة كاتو دارنا. اليوم جبت لكم واحد لي ميني طاخت او لا دي طاختولات بكريمة الحامض، دي طاختو سيترون كيجيو الصراحة بنانين اللي كيحبوا الحامض. الوغ بالنسبه للمقادير، عندي مقادير على جوج مرات، عندي مقادير الكريمه والمقادير ديال لاباط سابلي. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج 100 غرام ديال الزبده من اصل حيواني او لا زبده سبيسيال، عندي 3 ديال البيضات كاملين، 150 غرام او لا الكاس ديال العنبه دائما ديال السكر، وهنايا عندي كاس ديال الحامض. تقدروا تنقصوا، تقدروا يعني تزيدوا واحد كاس ونص ماكسيموم، مي انا غندير غير كاس. هنايا 3 ديال الحامضات عصرتهم، معلقه كبيره ديال التنشا مايزينا. وبالنسبه للعجينه غادي نحتاج 250 غرام ديال الدقيق نوعيه جيده، واحد الخنيشه ديال السكر فاني، 125 غرام ديال الزبده، انا خلطت ما بين الزبده ديال العبار اللي هي سبيسيال ولا مارغارين، واحد صفر بيضه. غادي الا جمع لي العجين وهذاك ما جمعليش العجين، غادي نعاود نزيد واحد شويه من البياض. وعندي 70 غرام اولا تقريبا 4 ديال المعالق ما عامرينش بزاف ديال السكر كلاصي. هذا بالنسبه للمقادير. ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه شنو غادي ندير؟ اول حاجه هو انني غادي نلبس هاد الطحين هذا بهاد الزبده هادي، يعني غادي نصابليو هاد الفرينه ديالنا، غادي نلبس كامل هاد الطحين حتى ما يبقاش عندي كاع الزبده، باسكو هادي سي اون بات سابلي ماشي بات بريزي اللي كنخليو فيها الطريفات ديال الزبده. فوالا، وهذاك لو ميلونج اللي درنا ديال لا مارغارين مع الزبده العاديه، ديك الزبده العاديه كتعطي واحد المذاق، وحتى في الطياب ديالهم كيجي واحد اللون الصراحه زوين. صافي غادي ندير هكا الزبده. دابا لانه كاين البرد دونك ما كان واخا ما تكونش في الثلاجه، باغ كونطخ في يامات ديال السخانه اولا ديال الصهد ضروري ما انها تكون في الثلاجه باش كتنجح معنا لاباط ديالنا. وبالنسبه يعني بالنسبه للاباز ديال لاباط سابلي هي هادي، يعني بيضه 125 غرام ديال الزبده في 250 غرام ديال الدقيق، واحد سكر فانيي اولا قشور الليمون اولا قشور الحامض، المهم التنسيم تيبقى لكم الاختيار، و70 غرام ديال السكر كلاصي. و يعني الكريمه تقدروا ديروا كريمه ديال الليمون كريمه ديال الحامض، انا اليوم غادي ندير لكم بالحامض، وان شاء الله غادي نعاود معكم واحد لا طارت بواحد الكريمه اللي كتجي غزاله وبنينه اللي هي كريمه ديال الكركاع، كنستعملوا فيها نفس لاباط ولكن الكريمه كتجي مختلفه، ذوق مغاير وعندو يعني لوغو ديالو سبيسيال. فوالا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للكريم عادي كنصاوبوها، يعني كنخلطوا داك السكر مع الحامض بارد في بارد، ومن بعد كنديروه فوق النار، كنضيفوا له البيض وكنضيفوا له النشا باش كيعقد، كنخليوه حتى كياخذ لينا الحراره ديال المطبخ ديالنا، يعني كينزل في الحراره، عاد باش كنضيفوا ليه الزبده، وهانتوما غادي تشوفوا معايا يعني الطريق. صافي انا صابليت هاد لاباط ديالي كتولي بحال هكايا. الوغ ما كاينش الاضاءه، غنقرب لكم باش تشوفوا. فوالا دابا غادي نضيف ليها المكونات الاخرى، السكر والسكر فاني، وغادي نجمعها بالبيض. دابا غادي نزيد ليها هاد لو سكر فاني، وغادي ندير ليها
السكر اللي غادي نغربلو باش ما يعذبنيش في الخدمه، لان دابا البرد فالسكر راه كيبرد. فوالا صافي. المهم هادو ما غاديش نديرهم لان غادي يخسروا لي العجين ديالي. غادي نجمع يعني داك الفرينه مع السكر مع سكر فاني مع الزبده تيرجع لينا مرمل. وما ننساوش ديك القريصه ديال الملح، انا راني كنت ديجا دايراها في الطحين. فوالا قد ما كتخدموا هاد الزبده مع الطحين كتكون النتيجه يعني مزيانه. صافي دابا غادي نجمع باصفر بيضه، نحيدو البياض. فوالا كنجمعو غير رؤوس الاصابع، ما تندلكوش باش ما كننفسدوش داك الصابلاج ديال لافارين. شفتيو يعني داك صفار البيضه ما جمعهاليش. غادي نزيد البياض فوالا. ممكن تخدموا لاباط صابلي حتى في البيتران اولا العجانه، ولكن اللي تيبغي يعجن بيديه سورتو لي غاطو بحالي انا غادي يصاوبها بيديه. فوالا صافي العجينه ديالي ها هي تجمعات. واخا كتشوفوا فيها بحال هكا، انما منين غادي نديروها في لو فيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح فراغ غادي تكون مجموعه. صافي دابا غادي نديرها في واحد الفيلم اليمونتير وندخلها للثلاجه مده ديال نص ساعه فقط، ومن بعد غادي ندوزو نصاوبو الكريمه. يعني كما شفتو فاحنا ما عجناش العجين، كنبقاو غير كنجمعو فيه حتى كيتجمع لينا. انا جمعته ببيضه كامله لان عندي البيض صغير، الا كان عندكم البيض كبير راه غير الصفار غادي يجمعها. فوالا غنجمع العجينه ديالي باش تكون معنا ناجحه، ضروري من انها خاصها ترتاح. صافي غنديرها في الثلاجه ونتلاقاو باش نصاوبو الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي ناخد هاد الكاس ديال الحامض، غادي نديرو في الكاسرول وغادي نديرو فوق النار حتى يبدا يجيب الغليه ديالو، عاد باش غادي نضيف ليه مكونات اخرى. بالنسبه للبيض والسكر والنشا غادي نخلطهم بوحديهم. كنعتذر انني قلت لكم بان السكر غادي نديرو مع الحامض، لا راه السكر غادي نخلطو مع البيض والنشا وهانتوما غادي تشوف. الوغ غناخد لو بول غادي ندير فيه البيض. كما قلت لكم فالبيض ملي كنكونو متاكدين منه راه حنا كنستعملوه يعني ديريكتومون. فوالا ثلاثه الحبات ديال البيض، الحجم ديالهم متوسط. غادي ندير السكر وغادي نضيف معلقه كبيره ديال النشا تكون عامره مزيان، لان النشا هو اللي غادي يعقد لينا الكريمه. فوالا بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نبدا نخلط هاد العناصر هادو لو طون اللي غادي يسخن ليا داك العصير ديال الحامض. فوالا نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم حتى يتجانسو، والزبده كتبقى هي اخر حاجه غادي نضيفوها.
فوالا فوالا. من بعد ما غلى لينا داك الحامض غادي نبدا نزيدو فوق الخليط ديالي على دفعات، يعني ما غنزيدوش مره واحده باش ما يطيبش ليا البيض ديالي. فوالا كنخلط ديك الدفعه الاولى باش البيض كياخذ ليا الحراره ديال الحامض. فوالا نضفتو على اربعه الدفعات على هذا الشكل هذا. فوالا صافي، دابا غادي نردها في الكاسرول باش غادي نردها فوق البوطه. غنردها فوق البوطه مع التحريك باش تعقد لينا الكريمه. فوالا رديت الكريمه ديالي فوق العافيه اولا فوق النار، وغنقص عليها وغادي نبقى كنحرك فيها حتى تبان ليا تتعقد. ما غنحبسش من التحريك باش ما تحرقش ليا الكريمه. فوالا الكريمه ديالي بدات كتعقد، هانتوما تتشوفوا. فوالا دابا الكريمه ديالي ها هي واجده، غادي نردها في هذاك لو بول. باش كنخفض ليها الحراره ديالها. فوالا وغادي نضيف ليها الزبده، قلنا 100 غرام ديال الزبده حيوانيه. كنلبس هذيك الزبده بالكريمه حتى كتبدا تذوب معايا. فوالا كنخلطوها مزيان حتى ما كيبقاوش عندنا دوك الطريفات ديال الزبده. انا استعملت حامض بلدي، كيكون اللون ديالو سبحان الله اصفر شي شويه على الحامض نورمال، يعني راه ما درتش شي اضافات، ما درت لا ملون لا حتى شي حاجه، واللون ديالها هانتوما كتشوفوا الصراحه زوين، وديك الزبده كتعطيها واحد اللمعه زوينه. صافي غادي نغطي على الكريمه ديالي باش نخليها تبرد وندوز نوجد لي طارتوليت. فوالا ملي تنغطي الكريمه ديالي فماشي كنغطيها يعني غير من الفوق، وانما داك لو فيلم اليمونتير كنجيبو لها على الوجه ديالها باش ما يدخلش لينا الريح، تكون لينا ديك الطبقه من الفوق لي فريمون كتكون ديزاغريابل وكتفسد لينا الكريمه. فوالا صافي دابا كاين البرد اصلا، ما يحتاج شيء اننا ندخلوها للثلاجه، غادي نخليها غير على برا. فوالا وندوز نوجد لي فون ديالي. من بعد ما وجدت الكريمه خرجت هاد لاباط ديالي، غادي نطلقها بين جوج ورقات ديال الطبخ اولا البابي كويسون. فوالا وغادي نقطعها بهذه القطاعه هذه، كنخليوها شويه غليظه باش ملي كنديروها في المول كتجينا هي هذيك، يعني باش كنلقاو داك اللي كنطلعوا مع الجنيبات. نحاول انني نطلقها يعني سمك واحد، ماشي جهه رقيقه وجهه غليظه. فوالا
هي ما كتجيش يعني لاباط ما خصهاش تجينا رقيقه بزاف، باش عاود ما كتحرقش لينا. بالنسبه للطياب باش ما يتوسخوش لينا في الفران، كنعمروا لي مول ديالنا اولا كنديروا في المولاطاخ ديالنا وكندخلوا للكونجيلاتور واحد 5 مينوت باش منين كندخلوهم يطيبوا ما يتنفخوش معانا، وضروري ما اننا نثقبوهم. هاد الشيء في حاله ما بغيتوش تقلو عليهم المهم بالحماص اولا باللوبيا، واللي بغى يعني يدير يتقل عليهم شي حاجه فهم الافضل. انا تنخدمهم غير هكذا و تيجيوني مزيانين الصراحه بهذه الطريقه اللي قلت لكم، يعني غير في الثلاجه صافي. غناخد دابا القطاعه ونبدا نقطع، فوالا غنجيب هاد لي مول هادو. انا استعملت يعني مول انديفيديوال، ومنين كنخلي لاباط غليظه كنلقى داكشي اللي غادي ندير في يعني نسرح في الجناب. فوالا كنفونسيو هذاك لو مول مزيان. الا عندكم دي مول صغر من هكا تقدروا تستعملوهم. فوالا وغادي نجيب الثاني بنفس الطريقه. لي مول انا دهنتهم بواحد شويه ديال الزيت، نورمالمون واخا ما ندهنوهمش لاباط ما كتلصقش، غير احتياطيا يعني مع الانسان كيكون كيخدم فيهم هكا دائما وداكشي يقدر يولي كيلصق وحنا ما نردولوش البال. صافي غادي نستمر حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله، وغندخلهم للمجمد واحد 5 ديال الدقائق، ومن موراها نخرجهم ونثقبهم كما قلت لكم يعني بالفورشيت، وندخلهم الفران يكون مسخن من قبل على 180، نقص عليهم يطيبوا على خاطرهم باش ما يتخطفوش لينا، ومنين يطيبوا غادي نعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا المرحله النهائيه. الوغ من بعد ما طيبت هاد لي فون هادو كيجيو على هاد الشكل هذا، يعني الطياب ديالهم مذهب. بالنسبه لا كريم ديالي ديال السيترون درتها في واحد لابوش صافي، وغادي نبدا كندير دي بتيت غوزاس عادي جدا على هاد الطريقه هادي. انا هزيت غير باش نكون قريبه للكاميرا ونوريكم، مي اون طرافاي توجور في لو بلان دو طرافاي كوم سا سي بلو فاسيل، كتجينا الخدمه ساهله ماشي بحال نخدمو في يدينا هكا ما كتجي شي. فوالا دي بتيت غوزاس ولا هكا اون سيربون دوروها كتجي بنينه، حتى ديك لا كريم سيترون ما كتجيش حامضه بزاف لان عطيناها حقها ديال السكر. فوالا على هذا الشكل هذا، ما يحتاج شيء اننا ندخلوها الثلاجه لان دابا كاين برد. صافي على هذا الشكل. وبالنسبه للتزيين ممكن يعني تزينوا باللي بغيتوا، انا مثلا هذه غادي ندير فيها واحد الفص ديال القرقاع، وعندي سمحوا لي جاتني مكالمه، وعندي هاد العقيق هذا غنديرو هكايا غير شيشه خفيفه، وكل واحد راه كيزين بداكشي اللي عنده في الدار كما كنقولوا كل وخيرو في دارو. هذا الشيء اللي كاين صافي. غادي نكمل هادو اللي عندي ديجا صاوبت وحدين باش ما يجيكمش الفيديو طويل. انا كنت بديت هما هادو فوالا، درت ليهم هاد التزيين هذا، درت ليهم شوكولا من الفوق لان بنتي ما تتبغيش لو غو ديال السيترون باش نهرسو ليها درت ليها شوكولا، وهادو درتهم بهذا بنوازيت وبشويه ديال القرقاع، يعني داكشي اللي عندي في الدار انا خدمت به. هادو هما لي طارتولات ديالنا ديال اليوم،
نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، وفحال ديما الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع اصحابكم وحبابكم وتخليوا لي البصمه ديالكم. كنقول لكم بالسلامه عليكم، ا تري بيانتو.